صباح الخير عن جديد مشاهدينا، وصلنا معكم لختام مشوارنا الصباحي مع عالم الطفولة وموضوع مهم بحياة الأطفال وبدراستهم أيضا. كلنا نعرف أن الأطفال بالسنوات الأولى بيتمتعوا بمرونة عقلية وجسدية ونفسية، واليوم في طرق عديدة لزيادة التركيز وتقوية الذاكرة وحفظ واسترجاع المعلومات عند الأطفال، لكن كرمال ما ننسى هي المعلومات لازم يكون في ممارسة أكثر ومثابرة من هدول الأطفال. من هي الطرق يلي رح نحكي عنها اليوم الذاكرة الذهبية، نتعرف أكثر عن هذا المصطلح عن أنواعه ونعطي نصائح أكثر للأهالي. بيسعدنا أن تكون معنا لليوم الأستاذة نسرين نقور، مدربة حساب ذهني ومهارات عقلية وفكرية. يسعد صباحك. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكي، نورتي. اليوم بدنا نحكي يعني عن موضوع الذاكرة الذهبية، يعني موضوع زيادة التركيز، الذكاء، أكيد بده مثابرة، بده تكرار، بده مهارات جديدة لحتى دائما الذاكرة تنمى، لكن مصطلح الذاكرة الذهبية بدك تعرفينا عليه حضرتك. تمام. هلق بداية، الذاكرة الذهبية هي عبارة عن استثمار عقل الطفل ودماغ الطفل، فهي تنمية الخلايا الذهنية الفكرية المهارية عند الطفل لنرفع من مستوى الذكاء عند الطفل. مستوى الأطفال متفاوت والذاكرة بتعتمد على أنماط متعددة من الأطفال، نحن عم نشتغل على أساسها. تمام، خلينا نتوسع أكثر بالموضوع ونتعرف يمكن على الأعمار المناسبة والمستهدفة اليوم للأطفال لتعلم الذاكرة الذهبية. تمام. هلا برنامج الذاكرة الذهبية بيستقطب الأعمار من عمر 4 سنوات، مفتوح الأعمار يعني ما فينا، لأنه الأربع سنوات، العشر سنوات، الكبار بالعمر عم ياخذوا، لأنه موضوع الذاكرة الذهبية كتير مهم ومتشعب، لأنه الدماغ عبارة عن ذاكرة، وهي الذاكرة إذا نحن بدنا نتوسع شوي موضوع الذاكرة، ذاكرة الإنسان بتوسع حوالي 30 مليون ساعة، ساعة فيديو. فإذا بدنا نقعد نحن نتفرج على الفيديوهات بدنا 300 سنة نقعد نخلصهم. فقديش مهم موضوع التذكر والذاكرة بحياة الناس كلياتها. طب إذا بدنا نحكي عن مستويات أو أنواع هاي الذاكرة الذهبية اليوم، هل اليوم في لها مستويات حسب كل مرحلة بيدخلها الطفل أو حسب عمره؟ تمام. هلا الموضوع الذاكرة الذهبية هي الجولدن ميموري، انتشر بكثرة بالعالم، هو برنامج عالمي اهتموا فيه منذ البدايات الأولى لليونان، حتى صار في اهتمام كتير بالسنوات هي عندنا بسوريا من قبل معدة البرنامج. أنا بدي أوجه لها احترامي وتقديري الأستاذة نعمة حمودي بإشراف مؤسستنا الرائعة، مؤسسة علمني، اهتموا أكثر بموضوع الذاكرة وتوسع لصار هو فينا نقول النمبر 1 اللي هو الأول برنامج عالمي بسوريا بيهتم بعالم الذاكرة. أول البرنامج على مستوى الوطن العربي موجود فيه، بنعتمد على كتب مثل ما تفضلتي حضرتك، كتب ومستويات بيخضع على إلى الطفل لحتى تناسب كل الأعمار. طيب خلينا نحكي يعني شو علاقة الذاكرة الذهبية بالمدارس بالدراسة الأكاديمية للأطفال؟ تمام. هلا التعليم بشكل عام والعلم هو اكتساب مهارات، معارف، خبرات، معلومات، والذاكرة هي اللي بتعمل على اكتساب ثم تخزين بعدين استرجاع لهالذاكرة. مثل ما نحن بنعرف انه هذا جيل كلياته متشتت ما عنده قوة ملاحظة، فاجا برنامج الذاكرة الذهبية ليعالج كل هي المشاكل عند الأطفال، قلل من التعب والتكرار، الحفظ العشوائي اللي بيضل كتير الولد ياخذ وقت معه، مشكلة كبيرة عانينا منها كتير يعني مع الأطفال بكافة الأنماط والنماذج. عالجنا هذا الشيء لرفعنا من مستوى الذاكرة عند الأطفال، قلل الحفظ يعني صار يحفظوا بوقت كتير قصير، يعني قديش صار الولد يحس بقيمة الوقت، انه انا خلال وقت معين بقدر انا احفظ اعمل واجباتي المدرسية، طبعا بدماغ سليم بعضلة مرنة، عضلة الدماغ تكون مرنة لانه كل ما كانت مرنة اعطتني قوة ونشاط اكثر.
فينا نحكي انه كل ما كان العمر اصغر كل ما كان افضل بالتعلم والمهارات سواء الحساب الذهني او اي مهاره ثانيه؟ طبعا، لانه دماغ الاطفال عم نحكي نحن عن ذاكره، وهي ذاكره بتكون زيرو، ما فيها اي معلومات، ونحن عم نقويها وننشطها ونحط فيها المعلومات اللي نحن بدنا اياها نغرسها لنوصل الطفل بذاكره طويله المدى. عم نعلمه على ترابط تسلسلي، على انه شلون يقدر تقدر بوقت قياسي، يعني هذا الطفل انت عم تحكي عن انماط صغيره لحتى يوصل لعمر معين او مثلا لمراحل طويله من العمر انه هو محافظ على ذاكرته قدر الامكان. وحضرتك مدربة حساب ذهني، وبصباحتنا الماضية كنا نحكي عن أهمية الحساب الذهني للأطفال لاكتساب مهارات اليوم بالحياة. طيب، هنا نحكي عن الذاكرة الذهبية، يعني بتساعد اليوم بالحساب الذهني، هي جزء منها؟ طبعا، هلا هي برنامج او فينا نقول هو فرع جزء من الحساب الذهني، كلياتها هي برامج هاتفي لعقل الطفل لتنميه عقل الطفل. بس موضوع الذاكره الذهبيه، خاصه انا مع تجربتي بسنوات طويله بتدريب اطفال وتخريج مدربين، اسقطنا الضوء على اطفال من جميع الانماط. مثل ما في فروقات فرديه، في انماط بالذاكره. فكتير مثلا بموضوع درسي انا بتطرق مثلا على بكتشف ذاكره كل طفل وبشتغل عليها لارفع من مستواها. فبلاقي في عندي اطفال مثلا عندهم ذاكره حسيه، هي الذاكره اللي انا بستقصد احكي كلمه مثلا بالدرس او احفظ كلمات بطريقه عشوائيه مثلا، بنهايه الدرس انا برجع يعني بخلي هذا الطالب يذكر لي شو ما بيتذكر شيء، هي ذاكرته حسيه لثواني، اخذ المعلومات وكبه مهتم فيهم. بس شو الافضل، تكون بشكل فردي ام جماعي؟ لا لا، هي بتكون بشكل جروبات. دائما الدمج هو كثير له علاقه، افضل من الفردي طبعا. هو بيحفز، خاصه برنامج الذاكره هو بيعتمد على عن طريق الالعاب، تحفيز قوه الملاحظه، العاب التركيز. برنامج كثير مشوق للاطفال، في منافسه وتحدي. يعني لما طبقنا هذا البرنامج على الاطفال، تخيلي بيجوكي مثلا اطفال هذول مقادرين يحفظوا بالمره، بيجوني بدرس ثاني مثلا انه مس خليني يتحدى انا وصديقي مين بيحفظ كلمات اكثر، مين يحفظ بطاقات اكثر، مين كذا، قديش هذا حفز هذا الشيء. لما بيكون لحاله ما في تشجيع. تماما. اليوم وقت حضرتك من خلال تجربتك واحتكاكك الكبير بالاطفال، يعني في اطفال يمكن هن ما بيكون عندهم الرغبه للمهارات الذهنيه سواء لمراحل الذاكره الذهبيه او الحساب الذهني، ممكن انه يكونوا الاهل رغبه منهم، لكن هذا الطفل اليوم انت كيف ممكن تتعاملي معه من مرحله الصفر؟ تمام. هلا هون بدها تكون في قوة بالتدريب، بده يكون المدرب هو عنده هذا النفس الطويل والبال الطويل لاستقطاب الطلاب، يعرف مفتاح كل طالب. يعني أول شيء نبلش بالمدرب، أنت شلون بدك تتعامل مع كل طالب لحتى تمشي معه. البرنامج هو محبب للأطفال بطريقة وبأساليب باستراتيجيات معينة، بنقدر نحن نكسب عقول الأطفال ونخليها نوصلها لمطرح ما نحن بدنا فعلا أنه يطلع طفل. هذا الشيء بيأثر بمدرسته، يعني الأطفال لما بيكونوا بمدارسهم كتير بسألهم أسئلة مثلا عن إملاء، موضوع إملاء عنده مثلا مثل ما حكيت هلق ذاكرة قصيرة المدى، هي الإملاء حفظ الطفل لا حفظها مثلا ليوم يومين مو اكثر، بعد مثلا هاليوم يومين 10 ايام اذا المس بدها تعيد نفس الاملاء هذا الطفل محافظه. هي كثير مشكله بنعاني منها مع الاهالي انه يا مس ابني ما بيتذكر ما كذا. هلا في انماط من الذواكر، هيك نمط ذاكره الطفل. يعني مثل ما عندنا انماط بالاطفال بالفروقات الفرديه، في انماط بالذاكره. في طفل عنده ذاكره حسيه انه ما بينتبه، حكيتي الكلمه مثل ما هلق انا حكيت الكلمة بعد شوي سألتي عنها ولا كأنه عم بيجاوب. في أطفال عندهم قصيرة المدى، هي ذاكرة ليومين ثلاثة المعلومة بعديها مستحيل، هذه كتير بدروسهم أكيد منلاحظ. بس في عوامل اليوم نسرين لهذا الشيء، ممكن تكون عوامل وراثية أو ممكن نوع الغذاء طبعا، أو شيء مشتت له ذهنه للطفل. طبعا طبعا طبعا، هلا كل شيء هدول بيلعب دور، الأسرة البيئة المحيطة بالطفل أهم شيء هي بتلعب دور. الغذاء غير صحي اللي عم يتناولوا الأطفال، كتير أنا بشدد وبوعي أطفالي على موضوع الغذاء، وخاصة بقول لهم ياكلوا غذاء فيه يود كتير بيحسن من الدماغ. تمام. والحالة النفسية كتير المقارنة بين الأطفال، هي كلها لأنه هي شو، هي بتضعف من قدرة الثقة بالنفس. صحيح. تمام.
يعني أنشطة كثيرة واختبارات بتتم لتعليم هدول الأطفال بالذاكرة الذهبية. خلينا نحكي أمت ممكن ناخذ نتيجة مفيدة عند هدول الأطفال؟ ممكن نطول ناخذ وقت كثير أم لا في فترة معينة ممكن يكون الطفل فيها قدر يكتسب؟ تمام، سؤال حلو. كثير بيسألونا الأهالي إنه أنا بدي سجل ابني، أعطيني الوقت. تمام، يعني بقول أنا مثلا دغري، أنا بقول لهم نحن ما مو موضوع سحر، موضوع نحن قدرات عم نشتغل عليها عند الأطفال، وهي القدرات نحن قدر الإمكان في أطفال، أهم شيء ما نقارنهم من بعض حسب الاستجابة. حسب الاستجابة، بس مثل ما هلا أنا حكيت نشتغل على الأنماط. أنا اكتشفت شو ذاكرت هاي الطفل، مو كلياتهم عندهم ذاكرة نفس الشيء. في ذاكرة طويلة المدى، في أطفال ما شاء الله مستوى الذكاء عندهم عالي. يعني بحكي أنا بستقصد أحكي مثلا شيء معين ببرنامج تدريب عندي، بغيب عني شهر أو شهرين هذا الطفل، بكون عم بحكي زميله بنفس المعلومة هو بجاوبه. تخيلي بالتفاصيل. فقديش نحن بنشتغل على قوة الملاحظة بشكل كتير كبير، وكتير مهمة هاي البرامج هلق، وبحاجتها على فكرة كل الأطفال بالمدارس. يعني لازم يكون في وعي كتير كبير من الأهالي، لأنه فعلا الأطفال هو جيل أزمة. برأيك في وعي اليوم من الأهالي؟ الحمد لله عم يكون في إقبال كتير. يعني قلي قليلي فيني قليك اللي عم نعاني منهم هدول، بس يعني مع الوقت عم بدها تعب وجهد يعني. بدنا نصائح من حضرتك اليوم نسرين للأهل وأيضا المشرفين على الأطفال سواء بالمدرسة أو بالروضات لتقوية هي الذاكرة وتنميتها، ومثل ما ذكرتي من شوي المقارنة والتغذية. تمام، هلا انا النصيحه اول شيء بتبدا من الاهل، انه الاهالي وخاصه الام احتكاك كثير كبير بتكون مع اطفال الام، فالام المفروض هي ترفع من مستوى ثقة بالنفس عند الطفل، انك كل شيء انت قادر، برافو، هي التحفيزات. تمام، تهتم كثير بغذاء ابنها. الغذاء غير الصحي هو عم يعني بيأثر على خلايا الدماغ، عم تخلي الطفل مشتت، خاصة هلا الشبسات والكولا. وهي اغلب الاطفال ما بيحبوا يفطروا، تماما، وصارت هاي القصة عادة. هلا هي كلياتها بتأثر على الذكاء، بتأثر على الذاكرة، لأنه الذاكرة التعليم هو اكتساب. شو اكتسبت ذاكرتك؟ طب ذاكرته صفر، ما عم تكتسب شيء، ليش؟ في شيء عم بيأثر. أنا كتير بنصح كمان ممكن نخفف من الموبايلات قدر الإمكان، تكنولوجيا، لأن بالرغم تماماً هي كتير عم بتشتت الأطفال. تماماً، بالرغم من التكنولوجيا من أنه كتير إلى أهمية كبيرة بعصرنا الحالي، بس للأسف عم يستخدموها بطريقة كتير خاطئة. أكيد. بالختام نصائح مهمة إن شاء الله يكونوا يلي تابعونا استفادوا منهم. أكيد بنشكرك الأستاذة نسرين نقور، مدربة حساب ذهني ومهارات عقلية وفكرية. أهلا وسهلا. شكرا لك. شكرا حضورك معنا وكل المعلومات اللي قدمتيها. شكرا كثير، يعطيك العافية.